ما هو عدد السجدات في القرآن الكريم؟ إن سجدات التلاوة في القرآن الكريم المتفق عليها بين أصحاب الأقوال هي 10 آيات، وهي كالتالي: سجدة سورة الأعراف الآية 206، سجدة سورة الرعد الآية 15، سجدة سورة النحل الآية 49، سجدة سورة الإسراء الآية 107، سجدة سورة مريم الآية 58، سجدة سورة الحج الآية 18، وهي السجدة الأولى في هذه السورة. الفرقان، سجدة سورة الفرقان الآية 60، سجدة سورة النمل الآية 25، سجدة سورة السجدة الآية 15، وأخيرا سجدة سورة فصلت الآية 37. أما سجدة السور المختلف فيها فهي كالآتي: سجدة سورة الحج الآية 77، سجدة سورة النجم الآية 62، سجدة سورة الانشقاق الآية 21، وسجدة سورة العلق الآية 19. والأقرب للصواب بين هذه الأقوال هو أنها 15 سجدة، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان.